حفل توزيع جوائز الميما. معانا الجميل محمد يحيى، بنرحب بيك النهارده معانا. حبيبي ازيك، عامل ايه؟ عايزينك النهارده تكلمنا عن حضورك النهارده ومشاركتك لحفل توزيع جوائز الميما. طبعا مبسوط ان انا خدت جايزه احسن ملحن ل 2016 ميما اورد. دي طبعا بتديك دفعه وبتخليك ان انت تقدم كل ما هو جديد ليك يعني. تمام، بس افضل ملحن ل 2016 كان على اغاني ايه بالظبط او على اغنيه ايه بالظبط؟ بص، هما بيدوها جنرال يعني، لان انا نزل لي اكتر من حاجه في 2016، فهي ما اعتقدش بتبقى على حاجه. هما الناس بتقيمك على حسب الاعمال كتوتال. تمام، طب انت شايف انت بتقيم على اغنيتي ايه؟ الاغنيه اللي انت قلت في 2016 هي دي اللي فرقعت. بص، مش هقدر اقول لك اغنيه ايه، بس والله بجد انا الحاجه الغاليه على قلبي يعني، اشتغلت يعني البوم اليسا تعبت قوي فيه، تامر تعبت يعني، ما اقدرش اقول لك انه اغنيه بالظبط، ولكن انا تعبت فعلا. ولما جت لي الجائزه كنت فرحان بيها جدا، لان انا حسيت ان انا ربنا يعني خلى تعبي ده له فايده يعني. وبعدين الناس لما بتختارك يعني الناس بقى، انت فاهم، انت اصلا بتعمل الشغل عشان الناس تبقى مبسوطه وتسمع مزيكتك وتحاول تساعدهم، فلما بيختاروك دي حاجه بتبسطك يعني. تمام، انت بتحضرني للفتره اللي جايه؟ والله انا بحضر لحمائي ولشيرين، وبحضر كذا حاجه ومع ناس جديده، وبرضه بعمل اغنيه سنجل ليا هطرحها ان شاء الله على عيد الاضحى، ودي كل مشروعات الفتره دي يعني. طب اسمها ايه الاغنيه؟ لسه ما قررتش، لسه بحضر. تمام، طيب في رمضان في هتبقى مشارك في تترات في عملت تتر مسلسل اللهم اني صايم مع مصطفى شعبان. تمام. كلمات ايمن بهجت قمر وتوزيع عادل حاج. كويس، طيب تقول بقى ايه الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله شهر كريم، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر من كل سوء وكل شر، وبدا الناس انها يعني داخلين على ايام مفترجه زي ما بيقولوا. ربنا يوفقنا جميعا يعني. احنا بنشكرك.